عايزة ارجع لموضوع التعاون اللي اتكلمنا فيه لما اتكلمنا على المعارضة الداخلية، وافكركم ان المعارضة الداخلية اللي هي بتبقى جوانا، مش الحاجة اللي احنا بنتخانق فيها مع حد تاني، بتبقى شعور داخلي جوانا بيبقى رافض الشخص اللي قدامنا. فازاي نقدر نتعاون في مشاكل او في مواضيع فيها خلاف؟ فكرة ان كل واحد يجي على نفسه فكرة ما بتنجحش، لانها في الاخر كل واحد بيحس ان هو ضحى بحاجة وان هو اقل من الشخص اللي قدامه، والاتنين بيحسوا بكده، فالموضوع مع الوقت بيتفاقم وبيؤدي لضغائن كتيرة وكتير حتى بتتوارثها الأولاد والأحفاد من غير ما يعرفوا هم ورثوا الكره ده ليه. أنا حالتي مثلا، مثال أنا شخصيا تعرضت له قريب على موضوع التعاون، في حاجة بدرسها. المهم إن في الدراسة المبدأ إن إحنا نعتنق طريقة تفكير معينة، هي حاجة عن علم السلوك، فنتبع مدرسة تفكير معينة. لو اتبعنا مدرسة تانية معناه إن إحنا مش معترفين بالمدرسة اللي إحنا بندرسها، فبالتالي طقم التدريس بيرفض حاجة زي كده. فأنا بالنسبة لي أنا ما أحبش مثلا إن أنا أفضل متشبثة برأي واحد، أحب إن أنا أتعلم حاجات مختلفة، بالذات إني ليها دعوة بعلم السلوك. فالموقف ده زمان انا كان ممكن اتخانق واحاول اثبت ان انا وجهة نظري هي اللي صح، وان ازاي الناس التانية تدرس مدرسة واحدة. دلوقتي مش شايفة ان الموضوع يعني الموضوع ده ليه اي جدوى، لان لو حد مقتنع ان طريقة تفكير واحدة هي المظبوطة، انا مين علشان اقدر اقنعهم او افكر ان انا اقنعهم ان طريقة تفكيرهم مش مظبوطة؟ وفي نفس الوقت بالمثل هما ما يقدروش يقولوا لي طريقة تفكيري مش مظبوطة. ففي الحاله اللي زي كده الحل اللي قدامي، وده حل ممكن يكون يبان صدامي بس في الحقيقه ما هوش صدامي، هو حل مبني على التعاون، ان انا انسحب من الدراسه. لو الدراسه مهمه قوي بالنسبه لي ممكن احاول افكر ان انا امتنع فعلا عن قرايه حاجات تانية لمده سنه سنتين لغايه ما اخلصها، وبعد كده ارجع للمواضيع دي. ففي حلول مختلفه لحسب نوع الموقف. فهي فكره التعاون وهنتكلم عليها في فيديوهات تانية بعد كده، ازاي نلاقي ارضيه مشتركه نقدر نعمل فيها رأي أو حل يساعدنا احنا الاتنين. ومن أهم شروط التعاون وهنرجع لها تاني بعد كده، إن كل واحد ما يبقى يسعاش إن هو يغير رأي حد. كل واحد عنده رأيه وعنده طريقة تفكيره، مش مكان أي حد فينا إن هو يغير فكرة التاني.